دابا انت انا نمشيو نعطيك هي كونفيتور، كونفيتير. كونفيتور الفريز عندي هنايا، نعطيك قياس ديال كيلو. عندي كيلو ديال الفريز، الفريز انا كنعبرو حتى كنغسلو وكنحيد ليه ديك لابارتي البيضاء وداك الورق الاخضر، ما كنعبروش من كنشريه، فهمتيني؟ عندي 750 غرام ديال السكر وعصير حامضه. كيف ما قلت الفريز انا كنعبرو حتى كنزول ليه ديك لابارتي البيضاء، عاد كنعبر كيلو، كنقطعو على جوج ولا على اربعه على حسب شنو بغات السيده، وكتخوي عليه داك السكر وهاد عصير حامضه، وهاد الحامض كيخليه ما كيضيعش لينا دغيا وكيصبر لينا في الثلاجه. كنخوي هاد الشوكوشي في كاسرونه وكنخليه يبات ليله كامله. ودابا مع دابا الجو بارد بزاف، تقدر تخليه في السيده غير هكا فوق الطبله ولا في الكوزينه غير تغطيه باش كيدوب داك السكر. اما الا كان الصيف ولا طبعا كنديروه في الثلاجه. لا غد ليه كنلقى هذاك الفريز طلق السيرو ديالو اللي غيطيب فيه بداك السكر والحامض، كيطلق السيرو ديالو نيت. كنعملو فوق البوطه على نار مهيله حتى وكنبقى كنحرك مره مره، بعض المرات كطلع لينا شويه الكشكوشه كنزولها بواحد المعلقه باش ما تفسد ليناش الكونفيتور ديالنا، حتى كنلاحظ داك الخليط شويه اختار لينا كيبقى كيبان بلي انه تكون لينا كونفيتور. السيده الى شكات بانه واش تكون لا لا، كتهز واحد المعلقه وكديرو فوق واحد الطبسيل وكتصبر عليه شويه يبرد غير شويه، ملي كترجع ليه كيبان لها واش رجع كونفيتور ولا لا. بالنسبه ليا انا ما كنبغيش الكونفيتور فيه داك الكلاكيع الصغيره ديالو، كنطحنو. واخا كنطحنو كيجي بحال اللي كيتباع في هذوك بحال اللي كيتشوب. كيجي هائل. واللي تيبغي في دوك الطريفات راه يخليهم، يخليه هكاك بلا ما يطحنو. انا بالنسبه ليا كنطحنو فعلا، كيبقى اختيار ديال كل وحده. داكشي اللي كاين. الله يعطيك الصحة، تبارك الله عليك. ربي يخليك.